عشان ذكر الأمر أنا نمشي في حبلة هذا حي في ولاية بيتنا وصدمنا كما نقوله لمدرسة تعليم السياقة وش لقينا ولقينا سيميلاتور دو كوندويت محاكاة سياقة. وجدنا طبيعة الحال مدير المدرسة السيد عبد الكريم نووي، مرحبا بك عندنا في الحصة ومرحبا بنا عندكم في المحل. مرحبا بكم. مرحبا بكم أخي ياسين. مرحبا بكل طاقم شروق وحصة سير في الأمان. نقدم لكم نفسي، معكم النووي عبد الكريم مدير مدرسة تعليم السياقة الجيل الجديد لحملة ثلاثة، رئيس الأمانة الوطنية للأمن في الطرق للنقابة الجزائرية مدارس السياقة. الله يبارك. على كل حال مدير مدرسة ويعني وعضو رئيس النقابة الأمانة الوطنية في النقابة الجزائرية لمدارس تعليم السياقة. حنا اللي أطيرنا بوكو بليس أخ عبد الكريم هو هذا سيميلاتور، هذا محاكاة، وقليل يعني من مدارس تعليم السياقة اللي نشوفوا يعني وجود محاكاة في المدرسة. محاكاة هذه الأخ كريم، وش كيف الفكرة جاتك باش درت هذا السيميلاتور؟ والله يا الأخ ياسين، إحنا يا النقابة الجزائرية لمدارس السياقة دايرة كونفونسيون مع الجامعة، مع جامعة الحاج الأخضر باتنا واحد بالضبط مع مخبر سيكولوجية مستعمل تاريخ. كي رحت شفت المخبر هذا لقيت فيه جهاز محاكاة، قلت يعني في الميدان تاعنا علاه ما نديرش حتى انا جهاز. بشويه بشويه نخمم هاك شويه هاك شويه هاك. هذا الجهاز راه صنع محلي، يعني صنع محلي. وين خدمتو انت يعني ولا شريته ولا؟ خدمته انايا، كل حاجه جمعتها من بلاصه وطلعت هذا الجهاز وراني نخدم به. ربي يبارك. يعني استمع اخ عبد الكريم، يعني كان نقولوا قبل وبعد، قبل ما ديروا وبعد كي درتوا، اسكو كاين تحسن فيما يخص المترشحين؟ اسكو لقى يعني شفت فيه نتيجه؟ والله فيه نتيجه سيرتو بالنسبه للناس اللي عندهم فوبيا من السياقه. كي نطلعهم هنا في جهاز محاكاه نحي لهم هذيك الهيبه، من بعد كي نطلعهم من السياره عادي يوليو يسوقوا عادي. نعم، على بالك اخ عبد الكريم وحتى المشاهدين الكرام انه مثل هذا الجهاز هو اجباري في بعض البلدان الاوروبيه، اين يعني يجبر المترشح في اوروبا ان يقوم بحصص، خاصه الحصص الاولى قبل ما يروح التطبيقي يروح الميدان، يعني يجوز على يعني محاكاه السياقه ويتعلم يعني ربما قيل مينيموم 4 سوايع 5 سوايع قبل ما يروح للتطبيق ويروح السياره الحقيقيه، يجوز على سيميلاتور باش يسوق في كل الظروف، في كل الظروف المناخيه، في كل يعني التضاريس، في كل يعني كاين امورات كثيره. يعني فيه حوايج بزاف ملاح، كيما مثلا تمشي تفرينيك واحد ساك، كيما لي باساج بيتون يوليو يقطعوا برك السيارات يوليو يهربوا يجيو عندك، تسمى باش تشوف ردة فعل السائق اللي راهو يسوق فيه بعد. وفيه يعني كيما قلت كل تضاريس، فيه تسوق في لوتوروت، البلايص اللي ما نقدروش نعلموا فيهم حنايا نعلمهم هنايا. السياقة الليلية، السياقة الليلية في الأجواء اللي كاينين وكل نعلمهم. قل لي أخ عبد الكريم، لأنه أنا أشجع مثل هذه المبادرات، أنه حبيت يعني جميع مدارس تعليم السياقة يكون عندهم سيميلاتور. أسكو تقدر تقول لنا كيفاش خدمت هذا السيميلاتور ولا سير المهنة؟ يعني والله أنا جمعته. صح، كيفاش جمعته؟ قل لي. كل حاجة شريتها من بلاصة. صح، كل حاجة شريتها من بلاصة وجمعته وخدمت عند سودار عادي، كلش عادي. تسمى أي أوتو يكول يحب يدير مثل هذا الجهاز يقدر يديره عادي، لا 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 بغى يتصل بيا ونزيد نزيد ننبه ولا نعطيه حوايج كثر ما يعرفهمش، مرحبا به. صح، قول لي هذا الجهاز دوكا نشريه انا يعني واجد يعني جديد من مؤسسه يعني اجنبيه، ربما هذا كان غير في الخارج على ما اظن، دوكا نشريه شحال يستقام لي؟ يعني تشريه هنا في الجزائر ولا لا؟ لا كان في الجزائر يتباع؟ الجزائر ما كانش. قلت لك تقدر خدمه بصح ما حبيتش نخدمه، حبيت نشريه. شحال يستقام لي يعني بالتقريب؟ يعني من الخارج، من الخارج واحد 380 مليون. 380 مليون باش نشريه من الخارج. وانت شحال استقام لك صنعته هنا؟ 50 مليون برك.
5 مليون يعني بربما امور جبتها هنا في الجزائر محليه، هذا صنع محلي. قل لي عبد الكريم، يعني اسكو تنصح يعني مدارس علم السياقه باش يقتنيوا مثل الجهاز، ولا يعني انت شفت ربما دبري التجربه تاعك انه ما ضيعت وقتكم ما يلزمش يعني، واش رايك؟ لا اخي، حاجه باينه باللي ننصح الناس بحاجه زايده بعد في سيرتو في الميدان تاع لي زوتويكول. احنا ماذا بينا نطوروا شويه في المهنه هذه، عندنا مام في الدروس النظريه نخدموا نعتمدوا دائما على الاعلام الالي، بغينا نطوروا شويه، بغينا نديروا حاجه بليس للمهنه. شوف درك مدارس تعليم السياقه في الجانب النظري يعني ما نقولوش كامل، ولكن معظمهم راهم يستعملوا الوسائل الرقميه والداتا شو، كيما دير عندك انت يا ليكرون هذاك ويقري الكود، ولكن في الجانب التطبيقي قليل ما نلقاو عنده محاكاه سياقه اللي يقدر السائق يشوف الظروف، ربما يشوف حتى حديث مرور قدامه في حاله ما احترمش قاعده من قواعد السلامه المروريه، يصرى له حادث مرور للشيء هذا اللي ما يشوفوش برا في الواقع، لانه انت راك قاعد معاه راك تعلم ما تخليش يدير حادث مرور. وبالتالي انا انصح جميع مدارات السياقه باش يقتنيوا او يصنعوا محليا كما قلت انت يا جهاز محاكاه السياقه. يعطيك الصحه، ربما اخر كلمه واش تقدر تقولنا؟ ربي يحفظك وشكرا على الزياره، زيارتكم كانت مفاجاه لكن مليحه بزاف وجات في وقتها. مرحبا بكم خويا ياسين، مرحبا بقناة الشروق وحس سير في الأمان، مرحبا بك. راك تبع في حصة في الأمان بصراحة؟ نتكفى ما تبعهاش يا راجل، هذا سيرتو حصة تاعك.